ما بين صفحات الزمن سعادة تمحو المحن لسيد يتيم قد فوض الأمر إلى خالقه الكريم. من بلد يمضي إلى بلد ترعاه دوما رحمة الصمد، ما كان في وجل يحيى على الأمل مستمسكا بدينه والصدق في العمل. يبذل الحياة لله يفوز في الأخرى ودنياه، من يبذل الحياة لله يفوز في الأخرى ودنياه، يفوز في الأخرى ودنياه. ينقل لنا التاريخ أن أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لاقوا ما لاقوه من الأذى بعد وفاة جدهم المختار سيد الأنبياء والمرسلين، حيث أن المسلمين لم ينفذوا وصيته بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، حين أوصى بأن الخلفاء من بعد 12 أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم المهدي المنتظر، وانتقلت رئاسة المسلمين إلى غير أهل البيت الكرام، وظلت هكذا إلى حكم الأمويين وبعدهم العباسيين، وقتل الكثير من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهم مقامات تزار إلى هذا اليوم، وهرب ما بقي منهم إلى الجبال حيث استوطنوا تلك الأماكن وعاشوا فيها مئات السنين، وحتى القرن الماضي كثر عددهم وأصبحوا يشكلون نسبة عالية من السكان في تلك الجبال الوعرة. وإحدى هذه التجمعات لذرية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم موجودة في قرية تقع في أودية إحدى أعلى الجبال في جنوب إيران، جبل دينا. ولد اليتيم زين العابدين في تلك الجبال الوعرة، حيث يسكن قريته قرية السادة مجموعة تقدر بالمئات، كلهم من ذرية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ولادته بعدة سنوات توفيت والدته زينب أثناء ولادة أخيه الأصغر، وبعد فترة قصيرة من الزمن أصابت أهل القرية مجاعة، حيث أن أهل القرية كانوا يعتمدون في معيشتهم على الزراعة. فبعد أن أصابهم القحط وقلت الأمطار بدأت تهاجمهم الذئاب والحيوانات المتوحشة، رغم بناء أهل القرية سوراً لحفظ أهل القرية من الحيوانات المتوحشة وهجوم اللصوص الذين كانوا يهجمون بين فترة وأخرى على القرية ويسلبونها ما تملكه من مواد غذائية بسبب القحط. وفي أحد الأيام قرر والد اليتيم زين العابدين أن يهاجر من تلك القرية ليبحث عن مكان رزق آخر، ولأن الخروج ممنوع من القرية فقد ثقب الأب المسكين حفرة في داره خرج منها مساءً وهو يحمل ابنه الرضيع ومعه ابنه زين العابدين وابنته السيدة الكريمة. سار اليتيم زين العابدين مع والده وأخته التي كانت تحمل أخاها الرضيع وسط الوديان والجبال الموحشة. وقبل الفجر توقفوا في إحدى المغارات حيث ناموا بعد أن أشعلوا ناراً خوفاً من هجوم الذئاب والحيوانات المفترسة عليهم.
وخلال نوم اليتيم زين العابدين أخذ يتذكر أيام العز والسعادة في حياة أمه زينب، حينما كانت تضمه إلى صدرها وتتحنن عليه وتسقيه وتجهز طعامه. وتذكر أيام لعبه مع أبناء عمومته وأبناء جيرانه، حيث كانوا يصطادون السمك من النهر المجاور للقرية، وحيث كانوا يركبون الحمير والبغال ويلعبون مع الضفادع والفراشات التي تملأ الوديان، وحيث كان يقطف الثمار من الأشجار ويهرب من الدببة التي تهاجم مزارعهم لأكل الثمار. وتذكر كيف كان يذهب مع أبيه لصيد كبش الجبال، إلى أن أغمض عينيه ونام وسط أصوات الذئاب والحيوانات خارج المغارة. وفي الصباح قام من نومه وأخذ ينظر إلى أخته النائمة وقربها أخوه الرضيع، ولم يجد أباه، فخرج من المغارة ورآه من بعيد يبحث عن شيء للأكل، حيث كان يجمع التوت البري وغير ذلك من الأعشاب التي تصلح للأكل، فذهب إلى أبيه يشاركه في حمل الغذاء. وبعد فترة قصيرة سمعوا بكاء الطفل الرضيع، فركض زين العابدين مع أبيه إلى المغارة وحمل الأب الطفل، وتبين أنه جائع، وحاول بكل طريقة أن يضع في فمه شيئا من ماء التوت البري، ولكن الطفل ظل يبكي بشدة لأنه جائع يحتاج إلى الحليب. وأخذ الأب يبحث وهو مذهول يمينا وشمالا لعله يجد أحدا يعطيه حليبا للطفل، ولكنه بعد فترة من البحث عاد للمغارة ولم يكن يسمع صوت الطفل، ووجد ابنته تحمل الطفل وقد غطته بشكل كامل، لأن الطفل قد مات من الجوع. وكان اليتيم زين العابدين يرى ذلك وهو حزين وجالس في زاوية من المغارة. أمه أين أنت؟ مات أخي ووالدي بقربي يبكي معي، إن فقدناك حنانا، إن فقدناك أمانا، فلتمسحي أدمعي وابكي معي، فلتمسحي أدمعي وابكي معي. وعندها أخذ الوالد وابنه زين العابدين وابنته يسيرون وسط الوديان، إلى أن رأوا من بعيد قرية، وقد استقبله في بداية الأمر أحد القرويين وهو يحرث الأرض ويحول الماء إلى مزروعاته، فسلم عليه الوالد وقص عليه قصته، فأخذه القروي إلى القرية وأسكنه في دار كانت له، وظل اليتيم زين العابدين يعمل مع والده وأخته في بساتين تلك القرية. أصيب اليتيم زين العابدين بالحمى، فاضطر والده السيد إلى أن يبقى إلى جواره، وقد طلب من أخته أن تجهز له شراباً من الأعشاب الجبلية. وبعد أن شرب اليتيم زين العابدين شراب الأعشاب الممزوج بالعسل تحسنت صحته، فجلس والده قريبا منه وبدأ بالحديث عن أمور جرت في قرية السادة. في إحدى المرات ومع بداية ذوبان الثلج هاجمت القرية مجموعة كبيرة من اللصوص الذين أتوا من مكان بعيد جدا لا نعلم من أين، حيث حاصروا القرية وطلبوا من أبناء القرية فتح الأبواب وإلا أطلقوا الرصاص عليهم وأشعلوا النار في البوابات. ولأن عددهم كان كبيرا وعدد بنادقهم كان يفوق ما عندنا، فقد حاول حكماء القرية التفاوض مع اللصوص
مجبورين على أن نعطيهم نصف ما نملك من مخزون الطعام، ويترك النصف الآخر لنا ولأطفالنا ويغادر القرية. وقد وافق اللصوص على ذلك وأخذوا ما نهبوه وذهبوا. وهذا الأمر جعلنا نفكر في المستقبل أن نستعد لمثل هذه الحوادث ونجهز لها ما أمكننا من قوة. كان السيد وابنه زين العابدين لا يزالان في القرية التي استضافتهما، ولكن السيد كان ينوي الرحيل إلى بلد آخر يستطيع أن يستقر فيه هو وأولاده، خصوصاً أن آثار القحط وقلة المواد الغذائية كانت بادية أيضاً على القرية المضيفة. لذلك وبعد أن حزموا أمتعتهم القليلة ووضعوها على حمارين، وركبت ابنة السيد على حمار وركب زين العابدين على الحمار الآخر، ودعوا صاحب البيت الذي استضافهم توديعاً حاراً، وسار السيد مع أولاده وأخذوا يبتعدون عن القرية شيئاً فشيئاً من غير أن يعلموا بالمصير الذي ينتظرهم. ظلوا يسيرون أياماً وليالية دون أن يحدد السيد الوالد موقع استقرار، حيث أن الوضع في كل إيران في ذلك الوقت كان يعاني من القحط وقلة المواد الغذائية، إلى أن وصلوا إلى مدينة على شاطئ البحر تسمى عبدان. هناك استطاعوا أن يستقروا أياماً يعمل فيها السيد ببعض الأعمال الزراعية، وأيضاً كان خطيباً من برياً للمجالس الحسينية وللوعظ والإرشاد. وقد استأجروا داراً في تلك المدينة البعيدة جداً عن مسقط رأسهم، وخلال جولات السيد في المدينة وضواحيها كان يسأل ويتحدث مع أهل المدينة ويتعرف على أهلها. ومما سمعه السيد حين كان يتحدث مع الصيادين والتجار أن أهل الكويت طيبون يحبون السادة من ذرية رسول الله ويعملون في الصيد والتجارة البحرية، قرر السيد الرحيل من عبدان إلى مدينة الكويت، وقد وصلها عن طريق البحر، فوجدها عامرة بأهلها الطيبين، ولكنها تختلف عن مسقط رأسه لأنها كانت صحراء لا جبال فيها، وطقسها مرتفع الحرارة في الصيف. كان السيد قد جمع مالاً لا بأس به من خلال عمله المتواصل في طريقه من قرية السادة وحتى وصوله إلى مدينة عبدان، فاختار في منطقة الشرق أرضاً واشتراها من صاحبها، ولأنه صاحب خبرة في الزراعة فقد زرعها بالخضار والفواكه التي تنبت في تلك الأرض الصحراوية، وقد كان حفر فيها بئراً يستخرج الماء منه للشرب ولسقي مزروعاته، وكان اليتيم زين العابدين وأخته يساعدانه في ذلك. وفي إحدى الليالي جلس الوالد مع أبنائه وقص لهم هذه القصة التي حدثت قبل 100 عام. يقول السيد: كان هناك موقع يبعد حوالي 2 كيلومترين يسمى بمغارة النبي سليمان عليه السلام أو تخت سليمان. يقال إن النبي سليمان عليه السلام قد دخل في تلك المغارة وترك أثراً فيها، وكان موقع المغارة في مكان وعر جداً بين الجبال الشاهقة، حيث لا يستطيع أي إنسان الوصول إلى الموقع إلا من خلال إنزاله بحبل طويل من الجهة الجبلية التي يقع فيها. وعموماً كان لا يستطيع زيارة تلك المغارة والدعاء فيها إلا الشباب الأقوياء، وأما النساء والعجزة فكانوا لا يستطيعون ذلك. وفي إحدى الليالي وبعد الصلاة توجه أهل تلك القرية الذين كانوا جميعهم من ذرية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، توجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء والتوسل،
إن كان هذا المكان يستحق الزيارة والدعاء فيه ببركة النبي سليمان عليه السلام، فليسهل الله عز وجل لهم طريق الزيارة بحق محمد وآله الأطهار. وبعد فترة زمنية قصيرة من التوسل، سمعوا أصوات قوية تصدر من تلك المنطقة، ولم يجرؤ أحد على الذهاب من شدة خوفهم ووعورة الطريق. وفي الصباح ذهب مجموعة من السادة الكرام لرؤية ما حدث في تلك المنطقة، فرأوا عجبا. كانت قطعة كبيرة من الجبل المقابل للمغارة قد اقتطعت وسقطت فوق النهر العظيم وشكلت جسرا إلى تلك المغارة، وحينها علموا أن الله عز وجل قد استجاب لهم دعاءهم، وتمكن بعدها النساء والعجزة والأطفال من زيارة المكان بسهولة ويسر والحمد لله. وفي أحد الأيام أحس زين العابدين بوجع في عينه وسرعان ما تورمت، وقد استعان والده السيد بأدوية شعبية ولكن بلا فائدة، فأخذه إلى أحد المستوصفات حيث وصفوا له علاجاً، فشفيت العين اليسرى، ولكن استمرت العين اليمنى بالتدهور إلى أن فقد البصر بها بشكل نهائي. حزن السيد على ولده كثيراً، ولكن هذه إرادة الله عز وجل ولا راد لحكمه. وبعد سنتين تقريباً تقدمت إحدى الأسر إلى خطبة ابنة السيد، وقسم الله لها الزواج، فتزوجت وذهبت لبيت زوجها، وبقي السيد مع ابنه زين العابدين الذي بلغ من العمر 7 سنين. ولكن قلب السيد كان مشغولاً بفكرة زيارة العتبات المقدسة، فقرر أن يبيع مزرعته ويتوجه إلى زيارة العتبات المقدسة، إلى أن وصل كربلاء حيث كان قد تعلم من آبائه وأجداده آداب الزيارة للإمام المعصوم. توجه أولاً إلى نهر الفرات واغتسل فيه بغسل الزيارة، ثم توجه إلى المقام ومعه ابنه زين العابدين. إلى قبر ابن فاطمة أتينا، سألنا الله يغفر ما جنينا، وقال لسان شاعرهم إلينا، شئت النجاة فزور حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني. السلام على الحسين المظلوم الشقي، السلام على أسير الكرباء. وكذلك فعل عند زيارته لقبر الشهيد قمر بني هاشم العباس، وبعدها توجه لزيارة قبر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف وبقية العتبات المقدسة في العراق. وبعد أن زار أئمة الهدى ومصابيح الدجى، حان وقت العودة إلى الكويت، فسلكوا نفس الطريق التي جاءوا منها ووصلوا إلى مدينة عبدان، ومن هناك سيتجهزون لركوب سفينة إلى الكويت. حينما وصل السيد إلى عبدان مع ابنه اليتيم زين العابدين الذي كان يبلغ من العمر 7 سنوات، كان قد انتشر مرض خطير في البلد، وقد أصاب المرض السيد وأثر عليه أثراً بالغاً، حيث بدت عليه علامات التعب والإرهاق بسبب الحمى وما رافقها من ضعف البدن، وكان قد استأجر غرفة يبقى فيها حتى يشفى، وبعدها يسافر بحراً إلى الكويت مع ابنه اليتيم. ولكن جرت الأمور بشكل مأساوي،
حيث أن السيد قد بدت عليه علامات سكرات الموت، لذا فإنه قد حاول أن يبعد ولده المسكين عنه لحظات حتى لا يفجع بموته وفقده بعد أن فقد أمه قبل سنوات قليلة. فقال لابنه: خذ هذا المبلغ، اذهب والعب وأنا سأنام. فأخذ زين العابدين المبلغ وذهب ليلعب، وتمدد والده السيد على الفراش وغطى وجهه وأسلم الروح لبارئها رحمة الله عليه عن عمر يقارب 40 سنة. وبعد فترة قليلة عاد زين العابدين وفوجئ بأن أباه قد غطى وجهه، فأخذ يناديه: أبي يا أبي، قد عدت، كيف حالك؟ ولكن والده السيد لم يرد جوابا، فذهب بسرعة وأخبر صاحب الدار، فحضر مسرعا وكشف عن وجه السيد وغطاه مرة ثانية وقال له: إن أباك نائم، اذهب والعب. فذهب يتيم الأب والأم غريبا عن وطنه وغاب فترة. وبعد رجوعه لم يجد والده فأخذ بالبكاء: أين والدي؟ أريد والدي. فتحنن عليه صاحب الدار وأخبره بموت أبيه، فبات تلك الليلة وهو يشعر بالغربة والخوف والحزن الشديد لأنه فقد كل أحبته. أضحى أبي عليلا بعلة الموت، لم يبق غير دمع وأنة الصوت، من غير أم وأب أصبحت وحدي، وحسبي الله تعالى فهو عندي. وبعد أيام احتار صاحب الدار فيما يفعله بهذا الطفل اليتيم، فقرر أن يجعله يعمل مع بقية الأطفال الذين يعملون لديه، وكان ينام في أسطبل الحيوانات إلى أن قرر أحد الصالحين أن يرجعه إلى الكويت حيث يوجد فيها أخته المتزوجة. وصل اليتيم إلى الكويت هذه المرة وحيداً غريباً، لا أم ولا أبا له، فهو طفل يبلغ من العمر 7 سنوات. توجه إلى أخته المتزوجة التي احتضنته وبكت كثيراً على فقد والدها، ولكنها امرأة كانت مشغولة في بيت زوجها، وقد حاول بعض أهل الإحسان أن يساعدوه ويأخذوه ليسكن معهم في بيوتهم مع أبنائهم، خصوصاً أنه سيد من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإكرامه إكرام لجده الرسول. ولكن هذا لم يخفف على زين العابدين ألم الفراق وشدة الشوق لأمه وأبيه، وكان الناس يتعطفون عليه، ينام هنا مرة وهناك مرة أخرى، وأحياناً ينام في المساجد والحسينيات، إلى أن قرر أن يعمل ليعيش عيشاً كريماً. فبدأ وهو في سن 9 يتعلم مهنة النجارة عند النجارين، حيث كان يعمل عندهم مقابل أجر زهيد يكفيه قوت يومه، إلى أن بلغ من العمر 12 حيث تعلم الكثير من مهنة النجارة، وبدأ أجره يزداد، وأخذ بعض النجارين يعتمد عليه كثيراً، وكانوا يأخذونه معهم حتى في سفرهم للعمل في خوزستان وفي البصرة وغيرها من المدن.
على الله والله معيني. دعوته خذ بيدي فأشرقت سنيني ولم يخيب توسلي وذلل الصعاب لي. كم نعمة أعطاني منذ الصغر يرعاني وفي الكبر أغناني عن ذلة السؤال عن ذلة السؤال. وبعد أن بلغ 19 كان قد جمع مالا فاشترى دارا وتزوج من امرأة صالحة ولدت له ولدا أسماه جابر. ولكنه مات بعد 3 سنوات فحزن عليه كثيرا، خصوصا أن ذلك الطفل كان يسليه وكان ذكيا جدا. لكنه في أحد الأيام قال لأبيه زين العابدين: أبي أنا سأموت فلا تحزن علي. وقال له: بني الله يحفظك ويسلمك. ولكن فعلا في اليوم التالي قام من نومه وطلب من والده كعكا وحليبا، وبعد أن أكل نام نومته النهائية. كان الله عز وجل كريما مع زين العابدين، حيث رزقه من زوجته 3 بنات وولدا عاش معهم بسرور وسعادة. وكان عمله قد تطور وأخذ يسافر مع السفن الكبيرة إلى بلاد الهند والسند وأفريقيا. كان السيد زين العابدين يقوم بالمهمات الصعبة على السفينة، حيث كان معروفاً بجرأته وشجاعته واعتماد الربان عليه في كثير من الأمور. ووظيفة النجار هي إصلاح أو بناء أي جزء من السفينة الخشبية الضخمة التي تحمل الملح مثلاً من الكويت أو التمر من البصرة أو الموانئ الإيرانية إلى البلاد البعيدة كالهند وسيلان وزنجبار، حيث يستبدلون الشحنة بمواد من تلك البلاد مثل جوز الهند والتوابل والشاي وغير ذلك من المواد التي تحتاجها الكويت. وفي كثير من الأحيان كانت تحدث حوادث لهذه السفن، وقد حدث في إحدى المرات التي كانت السفينة تحمل فيها حمولة من الملح أن ضربتها عاصفة قوية مقابل السواحل الهندية فغرقت السفينة، وكان عليها البحار زين العابدين مع 20 شخصاً آخر. فظلوا يسبحون 2 و3 ليال وكانوا يستريحون بين فترة وأخرى بملء أوزارهم أي صدورهم بالهواء أو بالاستلقاء على أظهرهم في الماء. وكان ينادي أحدهم الآخر حتى لا يضيعوا وهم يسبحون ويبقوا مجتمعين، إلى أن وصلوا إلى الشاطئ وكانوا متعبين جدا فطمروا أجسادهم برمال الشاطئ ليمتص تعب أبدانهم. وبعد ساعات قاموا وأكملوا مسيرهم، ولأنهم كانوا يسيرون بشكل مهيب باحثين عن شيء يأكلونه، فقد كان أهل القرى يفرون من أمامهم، إلى أن اطمأن أهل قرية إلى أنهم بحارة غرقت سفينتهم فآووهم وأعطوهم الملابس والطعام، ثم سلموهم لتجار آخرين من الكويت في الهند، حيث سلموهم سفينة أخرى وأرسلوهم إلى بلادهم. وحينما وصلوا أقام أهل الكويت لهم احتفالاً لنجاتهم وعودتهم. رجع زين العابدين إلى بيته وأسرته، وبعد مدة من الزمن حملت زوجته، وكان حملها صعباً هذه المرة، حيث شعر زين العابدين بالخوف الشديد على زوجته. ومع توالي الشهور ازداد الأمر سوءاً إلى أن حان الوقت بالنسبة إلى وضع الحمل. ولكن القابلة أخبرت زين العابدين بأن الوضع خطير جداً، وقد تفقد زوجته حياتها وحتى جنينها قد لا ينجو. وفعلاً
فقدت الأم حياتها ومات طفلها بعد أيام، وعم الحزن الزوج الحزين وأبناءه اليتامى، وهم ثلاث من البنات وولد واحد، كلهم كانوا صغاراً يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام. وظل والدهم زين العابدين يحاول بشتى الطرق أن يوفر الرعاية السليمة لهم، وكان يحاول أن يوفق بين عمله وتربية أبنائه، إلا أن الأمر كان يستدعي أن يبحث عن زوجة تربي أولاده الصغار وتحافظ عليهم. وبعد فترة كلمته إحدى الخطيبات وقالت له: إنه توجد في البصرة امرأة مناسبة له. فقال لها: وما صفاتها؟ قالت: إنها يتيمة الأب والأم. وحين سمع زين العابدين ذلك رق قلبه لها وقال للخاطبة: أريدها لأنها مثلي. وفعلاً تم عقد الزواج من هذه المرأة، وأحضرها زين العابدين إلى بيته حيث اهتمت بأيتامه وربتهم التربية الصالحة، وارتاح قلبه لها وأنجبت له أيضاً أولاداً وبناتاً. وكان يجمع أولاده بعد أن كبر في السن ويقص عليهم تجاربه ومغامراته في البحار وفي البلاد البعيدة، وكان يحدثهم وبكل شوق عن قرية السادة مسقط رأسه، والمكان الذي عاش فيه أجداده لمئات السنين، حيث يستمع أولاده إليه بكل شغف وتأثر، ويتمنون أن يروا بأعينهم تلك القرية التي تحيط بها الجبال والأنهار. وكان أحد أبنائه يسمع حكايات والده، وكل حلمه أن يكتشف هذه المنطقة بعد أن غاب عنها والده زين العابدين ما يقارب 90 عاماً. ذهب الابن للقرية عدة مرات وقام ببناء حسينية لهم بتبرع من أحد المؤمنين، وكذلك كان يساعدهم في الأمور المعيشية ويهتم بقضاء حوائجهم قدر استطاعته. وفي إحدى الرحلات قرر أن يأخذ معه والده زين العابدين الذي ضعف بصره وكبر سنه، وكان الاستقبال تاريخياً للسيد زين العابدين، بحيث لم يبقى أحد من القرية إلا زاره، ولم يترك السيد زين العابدين معلماً من معالم القرية إلا وأصر على زيارته، وقد أخذوه إلى الأراضي التي كان يملكها والده وقالوا له: هذه الأراضي كلها لك، تفعل بها ما تشاء. فقال لهم: لا أريدها، هي لكم، واستفيدوا منها حسب التوزيع التي وزعتموها من قبل. وطلب حين زيارته لمقابر أجداده حيث تعرف على قبر والدته زينب أن يبنى القبر بشكل جديد، وتبرع لفقراء القرية واهتم بهم، وبعدها غادر القرية وعاد إلى الكويت. وعندما بلغ السيد زين العابدين من العمر ما يقارب 90 وفقد البصر كلياً، بدأ يحتاج إلى العناية الفائقة من زوجته وأبنائه، وأصبح جليس البيت. وبين فترة وأخرى يذهب إلى المستشفى للعلاج، وبسبب ذلك الوضع قرر أبناؤه أن يكونوا حواليه يومياً لإدخال السرور على قلبه، وقرر ابنه أن يقص عليه قصصاً عن أهل البيت وكراماتهم ومعاجزهم، ويقرأ له أيضاً قصصاً عن الأنبياء وعن الغرائب. Oh.
ومع مرور الأيام صار هذا الوالد العظيم بأخلاقه لا يستطيع حتى المشي إلا بصعوبة شديدة، وكان دائماً يرى في منامه رؤى جميلة جداً عن أهل البيت، خصوصاً جدته السيدة فاطمة الزهراء، فكان يقول: إنني إذا مت ستأتي السيدة الزهراء لأخذي، لأنها قالت لي ذلك في إحدى الرؤى. إلى أن ازداد وضعه سوءاً، واجتمع أبناؤه وبناته حوله مع أحفادهم، وكانوا لا يتركونه. وحدث في الأيام الأخيرة من حياته أنه فقد القدرة على النطق بالكلام، وكان يستمع فقط. ومع ازدياد الوضع الصحي للسيد زين العابدين سوءا، أخبر الأطباء زوجته وأبنائه وأحفاده أنه في الأيام الأخيرة من حياته، فكانوا بقربه دائما، ولأنه لا يستطيع النظر إليهم ولا الحديث معهم، فقد كان يستمع إليهم ويمسك بأيديهم بقوة شديدة، علامة على قرب وداعهم والانتقال إلى العالم الآخر. في اليوم الثاني، وهو يوم عيد الغدير، توفي السيد زين العابدين. ينقل حفيده السيد علي أنه بعد أن وري جده الثرى شاهده في المنام، وكأنما كان في نفس الحالة في المستشفى، ولكن جده كان يستطيع الكلام وقال له: أنا ذاهب إلى آخرتي. فقال له حفيده: لماذا يا جدي؟ لقد أتعبتكم كثيراً وأنتم لم تقصروا معي، ولكن حانت نهايتي. ثم نظر إلى الباب وبدأ بالابتسام، وقد بدت عليه السعادة، فقال له حفيده: ما بك يا جدي؟ ألا ترى؟ ماذا أرى؟ ألا ترى السيدة العظيمة فاطمة الزهراء عليها السلام وهي مقبلة إلي لتأخذني؟ ثم شع النور وسكن صوته، وانتقلت روحه إلى بارئها، وانتهت حياة السيد زين العابدين. هذه الدنيا وحق العجب هي دار للرزايا والتعب، ومن السيدة لاقى من صروف النائبات، من صروف النائبات، حينما أغمض للممات عين قد رأى بنت الهدى أم الحسين. أولياء الله في وقت المنون لا يخافون ولا هم يحزنون، لا يخافون ولا هم يحزنون. أما بالنسبة للوضع في قرية السادة، فمع مرور الأيام وبسبب الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه، فإنهم قرروا الانتقال من منطقتهم إلى مناطق السهول الواقعة على بعد حوالي 3 كيلومترات من الجبل الكبير. وهناك، وبعد حصولهم على أراضي من الدولة، شرعوا في بناء مساكن لهم، وشيئاً فشيئاً تحولت قرية السادة إلى أطلال، ولم يبقى فيها إلا بيت أو بيتان يسكن فيهما رعاة الأغنام والمزارعون.
وتحولت المنطقة بسبب جمالها إلى منطقة سياحية تابعة للدولة، ومنع فيها الصيد كمحمية طبيعية. وبين سنة وأخرى كان ابن السيد زين العابدين وبعض أقربائه من الكويت يزورون أقرباءهم في المكان الجديد الذي انتقلوا إليه، وبنوا لهم بعض المؤسسات الاجتماعية والتعليمية، وأصبح الاتصال والتواصل معهم سهلاً جداً مع مرور الزمن. ما بين صفحات الزمن سعادة تمحو المحن لسيد يتيم قد فوض الأمر إلى خالقه الكريم. من بلد يمضي إلى بلد ترعاه دوما رحمة الصمد، ما كان في وجل يحيى على الأمل مستمسكا بدينه والصدق في العمل. يبذل الحياة لله يفوز في الأخرى ودنياه، من يبذل الحياة لله يفوز في الأخرى ودنياه، يفوز في الأخرى ودنياه.